متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ألعاب الجوال البطلة. جبنا لكم اليوم لعبة اسمها Heroes of Loot. اللعبة هاي تطبيق عملي للمثال القائل لا تحكم على الكتاب من مظهره. اللعبة هذه صدرت في 2013 بداية على منصة ستيم، وبعديها نزلت على منصة البلايستيشن فيتا، والآن احنا بنستعرض نسخة الجوال. اللعبة هذه طبعا سعرها تقريبا 3.5 دولار، ولكن حاليا في عليها سيلز ممكن تحصل عليها ب 99 سنت، اقل من دولار. جدا رائعة اللعبة، حنستعرضها مع بعض. عندك الشخصيات مرسومة بطريقة الريترو الرائعة، ريترو ارت او البيكسل ارت عفوا. في عندك كذا لاعب، يعني عندك حرية الاختيار. في عندك الالف، في عندك مبين عنده السترينث والماجيك والاكس بي متوازن تقريبا، وفي هذا الوريور سترينث عالي بس الاشياء ثانية قليلة، وهذا الماجيك عالي عنده الويزر، وهذا ماجيك واكس بي، وهذا لازم اقول لك توصل للدنجن او الكهف رقم 30 لحتى تفتح، يعني هذا انلوك، يعني اللعبه فيها انلوكابلز. لعبه طبعا اوف لاين، لعبه رائعه جدا، يعني انت 99 سنت تحصل على لعبه جميله جدا، تحكم ولا اسهل، زر واحد فقط. زي ما قلنا لكم يعني 99 سنت حاليا تحصل على لعبه اوف لاين رائعة جدا، تعطيك ساعات من اللعب، عشرات الساعات من اللعب الأوفلاين بدون إعلانات مزعجة، وبدون ما تستهلك الباقة أو الإنترنت. زي ما تشايفين من فوق جاي البلان، الفيو من فوق جاي مع البيكسل آرت، بيذكرنا في لعبة زيلدا الجزء الأول Legend of Zelda. جدا سهل التحكم. طبعا جمع اللوت أو السبي او المنائس، تمام. الان فتح معنا الباب او حصلنا على المفتاح، طلعك تجمع اللوتس وتفتح دنجنز بالشكل هذا. انا حبيت هذه الشخصية، حبيت استعرضها مع زيها الاخضر، ذكرني في التونيك او زي زيلدا الأخضر. الستوري فيري سيمبل وستريت، زي ما تشايفين انه البيكسليشن ما بيعطيك فليكسبيليتي عالية، ما في فويس اكتنج طبعا، ما في داعي. قصة جدا سيمبل، يقول لك 450 ثمن هذا الدرع، ما عندنا طبعا، فبنرجع له بإذن الله، نستأنف اللعب. طبعا الانالوج فلوتي زي ما انتم شايفين ممكن تعملها تثبيت، انا بحب اثبتها، احاول اثبتها. اوكي ما فيني اخش الاوبشن الان، بس زي ما قلنا الانالوج ممكن تخليها فلوتي او متحررة يعني، او فيكس ثابتة. طبعا كل ما تروح لدنجن بتزيد الصعوبة بالتدريج طبعا. في مؤثرات صوتية فاني شوية. تمام حصلنا على المفتاح، ما في خريطة، ما في داعي، لأن اللعبة ستريت جدا خطية وسيمبل جدا. وصلنا على سلاح، خلص السلاح، عندنا شوب، يوم نخش الشوب خلص الدور. طبعا السكور اللي فوق هو النقود، عفوا النقود على الجانب، وفي سكور. فالآن عندي تقريبا 133،
مواقعنا ذهبية. باي. ما أدري إيش هذا بس أحاول أشتري. شرنا بعشرة من العملة تبعتهم. نكمل التاهي. جدا رائعة اللعبة، مسلية وسهلة جدا. كنت تلعبها في أي مكان زي ما حكينا، أوفلاين بدون إعلانات مزعجة. وحاليا في عليها سيلز، تحصل عليها بأقل من دولار 99 سنت يا بلاش. بدأت تصعب اللعبة شوي. أنتوا شايفين في عددين على اليسار فوق، عداد ال HP وال XP. اللي هي نقاط الخبرة ونقاط الحياة اختصارا. شوف وين راح يودينا هذا باب اللي عليه التعجب. اوكي، فين رحنا؟ للملكة. Collect 8 purple diamond. I will reward you with a key. تمام، فيها مهام فرعية كمان. جمع 8 مجوهرات بنفسجية لتحصل على المفتاح. تمام، في زمن قياسي. طيب اوريدي معي 8 انا، نرجع لها. شو لا بس مهمة صعبة شوي، مش بسيطة. حاول اقتل بسرعة. اخذنا واحد، معنا اقل من دقيقة. جانا كاتسين لطيف. طيب خلصنا الدنجن الاول. ركز على البنفسجي، حاول اخلص المهمة. بقي لنا 2. شفت واحد فوق، كمان واحد. يا سلام، خلصنا المهمة الفرعية. الوحوش الحمراء هذه صعبة شوي، اصعب من البيضة. تمام، في شوب هنا، خلينا نتسوق نسوي شوبينج. ايش عندهم؟ غالبا بيكون منتج واحد. مفتاح، لا عندي مفتاح، شكرا جزيلا. نوفر كريشاتنا ونطلع. صار عندي مفتاحين، شيء كويس جدا. استخدمنا مفتاح وباقي مفتاح. زادت صعوبة الدنجن الآن. هذه الوحوش المتوقع أن نشوفها، اللي هي الوطويت هذه اللي على شكل ماسك، تشبه الماسك. هنا شفت شعار باتمان قبل شوي، فلاش تبع. هذا وضع فيه مهام فرعية. شوف ايش المهام الفرعية الثانية. اجمع 14 حتعطينا شيء. 14، يلا جمع. معنا اقل من دقيقتين. اوف. ديزاينر نفسه. معنا دقيقة ونص.
زي ما انتم شايفين لعبة جدا رائعة، يعني في أقل من دولار تحصل على عشرات الساعات من اللعب الأوفلاين. زي ما قلنا تحكم بسيط وسلس وحلو جدا، لعبة أجول تلعبها في أي مكان في أي وقت. وفينا خلاص، هيك تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو، استكشفنا اللعبة بشكل كافي. زي ما شفتوا لعبة بسيطة جدا. إذا كانت هذه أول مرة لكم على القناة لا تنسوا سوينا سبسكرايب، وكالمعتاد إذا عجبك الفيديو شير ولايك، وإلى اللقاء.